الخير، اهلا بكم مشاهدينا وعوده جديده لبرنامجنا كلنا واحد في شكله الجديد. وحشتونا، كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه شهر اكتوبر، شهر اكتوبر بتتجسد فيه اعجازات المصريين في كل العصور. في العصر الحديث كنا بنحتفل من كام يوم بحرب اكتوبر المجيد سنه 73، وفي العصر القديم هنحتفل كمان يومين بتعامد الشمس على تمثال رمسيس، على وجه تمثال رمسيس في معبد ابو سمبل. الحقيقه المصريين بيشدوا انظار العالم بنظره اجلال واحترام وتقدير للمصري القديم. هو ده هيكون موضوع حلقتنا. هنسيبكم لحظات ونرجع نرحب بضيفنا اللي هينورنا ونبدا كلام. شوف اثار اجيال مالوا الدنيا حضاره وابتكار، حضاره وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معاك بالفخار. كان نظار الدنيا ما طلعش وهنا رجعنا لكم من جديد. النهاردة الحقيقة موضوع حلقتنا بنتكلم عن التراث والآثار، إزاي ممكن نجمع الشعوب باختلاف انتماءاتهم وفكرهم حوالين الآثار، وإزاي كمان ممكن نرجع مكانة مصر السياحية المتميزة على الخريطة السياحية. هيكلمنا أكتر عن الموضوع ده ضيفنا اللي منورنا، الدكتور أحمد صالح، مدير عام صندوق انقاذ اثار النوبه. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلا. يعني مبدئيا عايزين نتكلم، حضرتك عندك توضيح عن تواريخ تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس، يعني هو بيتعامد يوم 22 اكتوبر واحنا بنقول ان دي يوم ميلاده، وبيتعامد يوم 22 فبراير واحنا برضو بنقول ان ده يوم التتويج. في معلومه عند حضرتك اخرى؟ اولا لازم حضرتك تعرفي ان موجود ثلاث ظواهر فلكيه موجوده في المنطقه ما بين السد العالي والحدود المصريه السودانيه. عندنا مدار السرطان، وده ظاهره فلكيه عبقريه موجوده عندنا في ارضنا. عندنا تعامد الشمس مرتين في السنه على وجه الملك رمسيس في معبد ابو سمبل، وعندنا اقدم مرصد فلكي في العالم موجود في حوض النبطه، يعني حوالي 100 كيلومتر غرب ابو سمبل. انما بنتكلم على تحديد يومي الظاهره بتوع معبد ابو سمبل، شيع طبعا بين الناس ان هو يوم ميلاد ويوم تتويج. لكن بالحقيقه احنا ما عندناش السجل المدني بتاع مصر القديمه عشان نعرف تاريخ ميلاد الملك رمسيس وتاريخ التتويج. واحد عندنا اسمه كينيس كيتشن، وده عالم اسكتلندي متخصص في رمسيس، قال ان هو يوم 18 يونيو، يعني ملوش دعوه لا بفبراير ولا باكتوبر. عشان نعرف قيمه الظاهره لابد ان احنا نرجع للسنه الفلكيه المصريه القديمه اللي هي بتبدا يوم 21/6، يوم الانقلاب الصيفي، وبعد كده بتقعد ثلاث فصول. اول فصل فيهم اللي هو الفيضان 21/6، ثاني فصل اللي هو الزراعه يوم 21/10، والفصل الاخير الحصاد يوم 21/2. يعني اذا هو فصل الحصاد وفصل الزراعه. هي دي مدلوليه الـ 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 اليومين دول او التواريخ دي. فعشان كده احنا بنقول لا، الشائع ده معلومه خاطئه، ولكن الاصح ان احنا نقولها كده. احنا صلحنا المعلومه، وعايزين نتكلم عن اثار اسوان واثار النوبه بشكل عام، يعني كيفيه الحفاظ عليها، وخصوصا ان ده يعني وظيفه حضرتك. طبعا هو صندوق النوبه هو المختص بعمليه كل ما يتعلق، كان ساعتها في وقت الانقاذ سنه في يناير 64 اللي هو وقت ما انشئ الصندوق،
كان الهدف منه ان هو يتم تحصيل الاموال او التبرعات الغرض منها الدفع او صرف على مشاريع الانقاذ. واحنا عارفين على حضرتك عندنا من فيلا حتى ابو سمبل في 22 معلم اثري تم انقاذه. ولكن اليونسكو ساعة العملية دي ما بتنفذ كانت بتنفذ ما بين 60 لحد 1980 سابت بعض الحاجات. وبالتالي في أهداف جديدة في الصندوق إنه هي بتراعي المنطقة دي اللي هي ما بين فيها لأبو سمبل. الحاجة التانية إن هي بتصرف على مشروعات إنشاء متاحف زي متحف النوبة في أسوان ومتحف الحضارة في مصر القديمة. الحاجة التالتة إن إحنا في حاجات سابقها لليونسكو وإحنا المفروض نكملها. يعني في بعض الأحجار المفككة من مقاصير، بعض الأحجار المفككة من لوحات هيتم تجميعها مرة تانية عشان كمان تبقى معلم سياحي جديد. لكن لما بنتكلم على أثار النوبة فهي الأثار اللي هي ممتدة من السد العالي في موزعة على 5 مناطق. منطقة آثار كلبشة أو جزيرة كلبشة ودي فيها 5 6 معابد أو بقايا معابد وفيها بعض المقاصير. بعد كده في منطقة عمدة وبعد كده في منطقة السبوع في جزيرة إبريم في النهاية معبد أبو سمبل. إحنا عندنا كنوز مصرية من أثرنا، يعني عايزين نعرف إزاي نقدر يعني نعرف السائح الكنوز اللي عندنا لأنه لسه معرفهاش كلها، يعني ما زال السياح بيجوا السياحة الأثار يعني غير السياحة الشاطئية وسياحة الفروع الأخرى اللي إحنا بنتمتع بيها، لكن سياحة الأثار بس معابد أسوان والأقصر والأهرامات وطبعا المتحف المصري، لكن لسه في أماكن ما تمش استغلالها. حضرتك هتصدمي لما تعرفي أن المعابد اللي أنا قلت عليها دي مش موجودة على برنامج السائح. معبد أبو سمبل بكل عظمته وبكل الظواهر الفلكية اللي فيه مش موجودة على برنامج السائح. يعني السائح بيجي يقف عند جزيرة فيلة وبيقف عندها هنا وبيتقال للسائح إذا أنت عايز برنامج إكسترا أو زيادة يعني تروح أبو سمبل أو تروح مناطق معابد النوبة. أول حاجة عشان إحنا الناس نطلع برنامج للسائح، يعني نحط دي على برنامج لوحده. إيه المانع إن أنا أحط من أول فيلة لحد أبو سمبل أدي في 20 معلم أثري وأحط معاهم ظاهرة فلكية اسمها مدار السرطان، يبقى في كل يوم 21/6 في السنة بيجي العالم ومحب الفلك يجي يتفرجوا على الشمس وهي بتنقلب وبتعود مرة أخرى لخط الاستواء. أنا عاملها كظاهرة سياحية، إيه المانع إن أنا أجيبه عند أقدم مرصد في العالم يقدم من يعني أقدم من ستونهنج اللي في إنجلترا اللي هم عمالين يسوقوه بشكل خيالي، وأنا عندي دائرة حجرية شبيهة بيها في النبطة. وأقدم منها بآلاف السنين. بقرون. إحنا ب5000 سنة قبل الميلاد، هم بيتكلموا على 2000 سنة بس كلها، يعني أنا بتكلم على 7 هو بيتكلم على 2. فاحنا بس هما بيعرفوا يسوقوا للمنتجات اللي طبعًا. عندهم او للاثار اللي عندهم حتى لو كانت بسيطه. ده حقيقي. احنا محتاجين اكتر، المفروض ان احنا نعمل ايه كجهات حكوميه وكشعب؟ اولا لازم نسوق المنتج بتاعنا. نسوقه ازاي؟ ان في الغرف السياحيه هي اللي بتضع برامج السائحين او البرنامج اللي هو بيخص السائح. اولا لازم يبقوا عارفين ان في مواطن اثريه او مواقع اثريه جيده جدا ويحتاج العالم يعرفها. لما انا اقول له ال20 معلم دول مع مدار السرطان مع مرصد النبطه ده يتحطوا ببرنامج لوحده، لان على مساحه على طول 350 كيلو ده معناها انه اولا غرف السياحه لازم عارفين ده. الحاجه الثانيه ان انا يعني اشجع السياحه، اولا انا في طرق معده وفي مراكب سياحيه بتبقى موجوده بس مش زي الاول طبعا، مش زي ما قبل 25 يناير. احنا بقى لازم نعمل التسويق ده او لازم نقدم المنتج بتاعنا للاجنبي ونشجعه انه يوصل. وعلى فكره احنا كمان لازم نشجع المصريين نفسهم يزوروها. ما هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، يعني انا بتكلم كشعب مصري، يعني مبدئيا عشان نقدر نسوق لمنتج لازم احنا نكون عارفينه كويس. طبعا ما ينفعش ان انا اقول انا عندي وعندي من غير ما اكون رحت وشفت. فلازم المصريين الاول يبداوا يتجهوا للسياحه الداخليه، يكتشفوا الحاجات اللي ما اكتشفوهاش عشان بعد كده نقدر نتكلم ونقول احنا عندنا. حضرتك لازم نحط وعي اثري للناس المواطنين المصريين. يعني انا برنامج التعليمي في مصر لابد انه يتغير. انا في برامج التعليم او اللي يتعلق بالتاريخ المصري القديم اللي هو الفرعوني ده مش موجود مكتوب بشكل جيد في البرنامج التعليمي. يبقى انا اول حاجه اغير برامج التعليم. يعني خساره ان انا يبقى عندي كم القنوات المصريه والاعلام المصري الكتير ده ويبقى في قناتين في العالم بيتفردوا في الاثار المصريه، قناه ديسكفري والناشونال جيوغرافيك ومعاهم هيستوري طبعا الثالثه. دي 3 قنوات متخصصه في تسويق الاثار.
انا ما عنديش ما ينفعش مصر بكل حضارتها دي ما يبقاش فيها قناه اعلاميه تختص بالتراث المصري او بتقديم التراث المصري. يبقى احنا لازم نغير برامج التعليم، لازم نخلي الاعلام يبص اثاره بطريقه جديده، ده يخلق وعي. لما يخلق وعي معناه المواطن المصري هيروح الاماكن. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا مش هظلم مصر كلها، الاماكن اللي فيها اثار الناس عندها وعي كتير. وده بحكم النشأة، بحكم النشأة وبحكم الإقامة في المكان. يعني لما نروح للبر الغربي في الأقصر فالناس على وعي كبير في السياحة، في ناس بتستمان على وعي كثير بالسياحة، اللي موجودين في أسوان برضو بالوعي. يبقى إحنا بنزود الوعي كله عشان نشجع على السياحة الداخلية، وبعدين نشجعه على السياحة الداخلية يبقى في تقديم برامج إرشادية ليهم هناك في المواقع الأثرية. يبقى في جزء من وزارة الآثار متعلقة بزيادة الوعي الأثري، إنه مفتشين يطلعوا أثريين يعني يطلعوا يشرحوا للمدارس دي، يشرحوا بطريقة مبسطة وجديدة للناس دي عشان تحب أثر بلدها. طيب أنا عايزة أعرف حضرتك تقول لي يعني قد إيه السياحة أو الثقافة والتراث بشكل عام بيقربوا ما بين الشعوب؟ يعني الشعوب مش بيبقوا عارفين نفس اللغة، احنا بنقول ان ابتسامة لغة بتفهمها كل الشعوب، الاثار كمان والثقافة لغة بتفهمها كل الشعوب. يعني وحضرتك في الجامعات العالمية وهو في قسم ايجيبتولوجي، يعني قسم المصريات، كل جامعات اوروبا وجامعات امريكا فيها قسم المصريات. يبقى انت عندك ناس اجانب بيدرسوا درسين الحضارة بتاعتك، هما بيجوا عارفين فبيجوا جايين كأنها وطن لهم. احنا برضو يعني وانا عايز اقول لحضرتك حاجة، في دروس سابقة في التاريخ المصري الفرعوني نفسها هي المفروض احنا بنتعلم منها. يعني مصر كان في تخطيطها ايام الفراعنة ان هي تثقف او تمصر الثقافة في المنطقة. يعني ما فيش مانع ان هي ترسل الناس اللي بيعلموا اللغة المصرية القديمة وتوديهم فلسطين او توديهم لبنان او توديهم سوريا او توديهم في الجنوب في النوبة، فكانت بتبعد ده عشان نشر الثقافة المصرية او التوحيد للثقافة في مضمونها. احنا برضو السياحة في هذا الزمن هي لغة عالمية الكل بفهمها، ومصر حتى بيتعاملوا مع السائح بالمنظور ده، انه السائح ده جزء من وطنه وهو ابن البلد، بيضيفه كانه هو معاه في نفس هو المكان، هو اللي مستضيفه. واحنا بلد الكرم، واحنا الحمد لله مصر الناس على وعي جيد جدا في التعامل مع السائح. يعني في اماكن كتير احنا دايما بنركز على السلبيات، لا في اماكن كتير في العالم كله بيحدث في انجلترا نفس ما يحدث في مشاكل السياحه، حتى الحوادث الارهابيه احنا كنا يعني اسبانيا وفي جنوب افريقيا يعني كان في حوادث ارهابيه عندهم وكانت لا تؤثر على السياحه، انما احنا عندنا بتيجي عكسيه. تركيا السياحه ماشيه في سكه والاحداث السياسيه في سكه تانية. فاحنا برضو يعني دي سلبيه من عندنا احنا، يعني احنا برضو ما نبقاش نركز على الحدث اللي بيحدث في مصر بشكل تكثيف وبشكل بيترجم بره بطريقه خاطئه للاجانب، فالاجانب بيشوفوا الحكايه دي فبيترددوا في الزياده، وخصوصا ان السلبيات عندنا اقل من الايجابيات، فما ينفعش ان احنا نسلط الضوء على الصغير ونكبره ونسيب الكبير. يعني احنا يعني المفترض ان احنا في حاجات حلوه بتتعامل مع السياح هنا في مصر، بيتعاملوا معاهم المصريين ما بنركز عليها، يعني حاجات جيده. يعني واحد مثلا يرشد واحد بعد ما فقد الطريق، ده احنا اسهل طبيعته. حاجه ان الواحد لما بيشوف سائح بيقول له ازاي اقدر اخدمك، اعمل لك ايه، انت رايح فين، طب تعالى بص هنا. يعني مش بتبقى دعوه لانه عايز يبتزه او عايز ياخد منه فلوس، هي بتبقى بس ان بص هنا زي يعني في اماكن اخرى ممكن انك تتفرج عليها. احنا حضرتك احنا لدينا يعني قدره في عولمه المفاهيم المصريه او عولمه الثقافه المصريه من خلال السياحه، هي بس بتحتاج لبعض التخطيط الجيد، لان احنا احيانا بنشتغل بنظام فهلاوي شويه، لكن لو في خطه منظمه الدنيا هتتغير وهتبقى احسن واحسن. اكيد لازم علشان نشتغل صح لازم تكون في خطه معموله صح ونطبقها صح. هنخرج في فاصل صغير ونرجع نكمل كلام.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية، بنرحب بضيفنا مرة تانية دكتور أحمد. عايزين نعرف الاحتفالية إن شاء الله يوم الثلاث والأربع في أسوان في أبو سمبل، عايزة حضرتك تقولي الاحتفالية مظاهرها إيه، وعايزين نوجه دعوة للمصريين إنهم يشاركوا. هو طبعا الثلاث بيبقى موافق 21، وبيبقى في كرنفال في داخل شوارع مدينة أبو سمبل، يعني من منطقة المعبد لحد وسط المدينة هيبقى في كرنفال من أطفال المدارس بيتحركوا بالأعلام وبالزي الفرعوني وبعض الرقصات، وده عشان برضو بيشجعوا، لأن بيبقى في سياحة مقيمة في المدينة بتستمتع بالجو الكرنفالي. بالليل بتبقى فيه حفلات من خلال فرق الفنون الشعبية في اللي تابعة لوزارة الثقافة، ودي بتبقى مقامة في وسط المدينة، مسرح بيبقى في وسط المدينة. إنما هو الاهتمام طبق كله بعد ما بتخلص الحفلة دي، بتخلص الساعة 1-2 بالليل، الناس كلها على طول مباشرة بتتوجه إلى معبد أبو سمبل لحجز مكان، لأن أنت حضرتك لما تعرفي إحنا في أبريل اللي فات كان عندنا مشكلة كبيرة جدا، إنه عدد لأول مرة في تاريخ المعبد إنه يجي في يوم ظاهرة الشمس 12,000 مصري. دي ما حصلتش طوال تاريخ المعبد، ربنا يزيد. فكان وده كان احنا على قد ما كنا حابينها بس كانت فيها مشكلات، يعني كان في مشكلات، الزحام الكثير ده بيبقى فيه مشكلات كثيره يعني، بس كنا فرحانين انه المصريين على وعي بان هم راحوا للمكان ده عشان يشوفوا. هي جابت سلبيه اخرى، انه بيبقى فيه اجانب جايين من بلادهم البعيده عشان يتفرجوا الظاهره، فهذا العدد الضخم، وهي مدتها قليله، هي تلت ساعه بس، 20 دقيقه، يعني هي تبدا يوم الساعه 5:53 صباح يوم الاربعاء، وهتستمر لحد 6:13 دقيقه او 6:14 دقيقه، فالوقت قليل. في الوقت قليل، فانت عشان حضرتك 12,000 يتفرجوا ده مستحيل خالص ان هم يتفرجوا في المكان. لكن انا بتمنى، يعني انا عارف ان اصحاب البلد عندهم وعي كبير جدا ان هم بيهتموا بالاجانب ان هم يتفرجوا الظاهره، لان في حاجه المصريين مش عارفينها، انه الشمس مش بتيجي في اليوم ده بس محددا، لا، في ثلاث ايام سابقه وفي يوم بعديها بعد الظاهره. الاربع او الخمس ايام دول الشمس هي نعم بتيجي بالاطار المستطيل الكامل يوم واحد، يوم 22، لكن قبلها بتبقى في انحراف شويه فيها. فممكن الناس حتى الاجانب واخدين بالهم من الحكايه دي، بيجي يوم 18 19 20 يخشوا براحه كده في هدوء ومع نفسهم خمسه سته ويتفرجوا على الظاهره بنفسهم. احنا برضو عايزين نقول للمصريين يبقى واخدين بالهم، ممكن يخشوا 18 و19 ويسيبوا باقي الايام للاجانب، لان الاجنبي بيجي مشقه من طريق طويل عشان يتفرج على ظاهره تخص بلد مصر، يعني تخص اجدادنا الفراعنه. فاحنا بنتمنى ان المصريين يبقى عندهم يعني اثره الاخر على النفس، يبقى هو يخلي الاجنبي يدخل يتفرج على الظاهره، وهيدخل هو يتفرج، هو يتفرج كام سنه يعني، هو بيجي كل سنه يتفرجها، فما فيش مانع المره دي يضحي ويخلي الاجنبي يدخل، لكن هي بتبقى ظاهره عالميه. وعلى فكره احنا مش متوقعينها جيدا، يعني انا ما اتمناش ان احنا بقى على حفلات فرق فنون شعبيه، احنا مش بنعمل حفله لينا، احنا مش لمصر، احنا بننقل حفله الى العالم. فعشان انقل حفله الى العالم اسوقها جيدا واتكلم بلغه العالم، يعني اجيب اوبرا مثلا في اليوم ده، او ان انا اجيب مغنيين عالميين، او انا القي الضوء تبقى منقوله على الهواء. يعني انا نقلت الروبوت بتاع الهرم لما كانوا بيشوفوا فتحة التهوية بتاعت حجرة ملك خوفو، مفيش مانع ان انا بقى انقل حدث تلت ساعة ده وقبلها حفلة للعالم، يبقى العالم كله متحد معايا في اليوم ده، وكمان يجي الاجانب بعد كده واخدين بالهم بالظاهره ويجوا على طول. الحقيقه التلفزيون المصري بينقل الحدث على الهواء مباشره. وقت حلقتنا خلص، احنا بنشكر حضرتك، كان ضيفنا المنورنا الدكتور احمد صالح، بنشكر حضرتك على وجودك معانا. والحقيقه ختام حلقتنا النهارده سؤالنا بيقول: المصريين من 33 قرن، المصريين القدماء أذهلوا العالم من خلال الهندسة والفلك، يا ترى أحفاد قدماء المصريين هيستمروا يذهلوا العالم ولا لا؟ سؤال محتاج إجابة ومحتاج تفكير. استنونا الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الميعاد، ودايما تحيا مصر. طفت ايه؟